تمكنت الحماية المدنية من السيطرة على الحريق الذي شب بلوحة كهرباء خلف مقصورة استاد الإسكندرية أثناء مباراة نادي سموحة وبيراميدز ضمن مباريات الجولة 28 من مسابقة الدوري. وذكرت مصادر إكسترا نيوز أنه تم إلغاء المباراة من قبل حكم المباراة لعدم إمكانية إصلاح كشافين، مشيرة إلى أنه تم عمل محضر بالتلفيات الناتجة عن الحريق.